بيريسكوب تطبيق للبث الحي من هاتفك إلى العالم. يتيح بيريسكوب خدمة البث الحي مباشرة من كاميرا هاتفك الشخصي إلى العالم، لتتمكن بذلك من مشاركة لحظات حياتك مع أصدقائك ومتابعيك لحظياً. من أي مكان وفي أي وقت بإمكانك أن تسمح للمستخدمين حول العالم أن يروا معك ما ترى، وبالعكس تستطيع أنت أن تتابع وترى ما يحصل حول العالم بعيون الآخرين. ارتباط بيريسكوب بشبكة تويتر يجعل منه شبكة اجتماعية للبث المباشر، ويسهل ارتباط المستخدمين بعضهم ببعض. في متابعة البث المباشر لشخص ما، كل ما تحتاجه هو اسم ذلك الشخص على تويتر. قم بمتابعته وسيقوم بيريسكوب بإعلانك لحظياً كلما بدأ هذا الشخص بثه المباشر. تستطيع التفاعل، طرح الأسئلة والتعليق مباشرة من خلال كتابة الرسائل وإرسالها. رسائلك ورسائل الآخرين ستظهر لجميع من يشاهد معك البث بما فيهم صاحب البث. إمكانية التفاعل المباشر بين الجميع ستجعل تجربة استخدام بيريسكوب رائعة. كل ضغطة سترسل له إشارة على شكل قلب تعبر عن إعجابك بما يقدمه. لمعرفة المستخدمين الذين يقومون بالبث المباشر، يوفر بيريسكوب قائمة جاهزة ومصنفة بحسب البث المباشر الأكثر تفاعلاً حالياً، ويقدم لك أيضاً خريطة تظهر جميع دول العالم لتتمكن من الانتقال من قارة إلى قارة ومن بلد إلى بلد، وتشاهد ما يبثه الناس حول العالم مباشرة من هواتفهم. تطبيق بيريسكوب تجدونه مجاناً على أبل ستور وجوجل بلاي. تابعوا بأبس ريفيوز على يوتيوب، فيسبوك، تويتر وإنستغرام.